ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا أي بالموجد الأعلى، واتقوا يعني اتبعوا منهجه أمرا ونهيا. ولما يتبع منهج الله أمرا ونهيا تسلم آلتهم. ليه؟ لأن كما قلنا إن الصانع من البشر حين يصنع آلة من الآلات توجد الغاية من الآلة قبل أن يبتكر. عايزين آلة نغسل به، عايزين آلة تجيب لنا تلفزيون، عايزين آلة. إذن بيوضع الغاية قبل ما يعمل، ويعمل العملية لتحقق مين؟ لتحقق الغاية. ولكن أيتركك تستعمل الآلة كما تحب ولا كما وضع لها كتالوج؟ افعل فيها كذا ولا تفعل فيها كذا، حطها على فولت قد كده، دور الحلقة قد كده. الله، إذن صانع الصنعة هو الذي يضع إيه؟ قانون صيانتها ومنهج استبقائها لتؤدي مهمتها. وما دام أحد لم يدعي أنه خلق الإنسان فاتركوا رب الإنسان ليضع منهج صيانة الإنسان. حق سبحانه وتعالى قال لو أمن واتقوا تجيلهم بركات من السماء والأرض. طب بركات السماء زي إيه مثلا؟ إن أردتها مادية فنقول المطر الذي ينزل من أعلى، وبركات الأرض إيه؟ النبات. كان الأول يفهم إنه المطر بس من السماء والزرع من الأرض. دلوقتي الأرض بتخرج إيه؟ بتخرج أسرارها وبتخرج كنزها، وبنستنبط منها الكماليات المرادة في الإيه؟ مراده في الحياه. بركات، وما معنى البركه؟ البركه هو ان يعطي الموجود فوق ما يتطلبه حجمه. يعني واحد مرتب 20 جنيه، تلتفت تلاقي صاحب ال20 جنيه عايش ومعيش ولاده ومبسوطين وفي سعاده وما فيش في ضيق ابدا. تقوم تقول ايه ده عايش ازاي ده؟ تقول لك والله ده اصلها بركه بقى. اسمها ايه؟ بركة. احنا بنقول انها بركة لكن لها تفسير كوني. بركة لها تفسير ايه؟ لان الناس دائما كما قلنا سابقا ينظرون في وارداتهم الى ايه؟ الى رزق الايجاب، ويغفلون رزق السلب. ايه رزق الايجاب وايه رزق السلب؟ رزق الايجاب انه يخلي دخلك 100 جنيه، ورزق السلب انه يخلي دخلك 50 بس يسلب عنك مصارف 100. تطلع ببركة، تدخل زي ما قلنا البيت فتقول لك الام الولد في عنده حرارة وتعبان ومن العصر مش عارف ايه، فيدخل الله الاطمئنان على قلبك لان ملك جاي من حلال تعبان فيه، ما انتش مختلسه، ما انتش مرتشي، ما انتش مهمل في عملك. يوم الله يدخل ذلك بالأمان على قلبه فتقول لها اعطيه قرص سبرين وكوباية شاي، فتروح تعطيه قرص سبرين وكوباية شاي وينتهي الايه؟ وواحد أخذ ماله سلبا ونهبا واختلاسا وتلصصا، ساعة ما تقول له كده انشعف، يقول يا ترى ايه؟ حمى شوكية، حمى نكفية، الواد جرى له ايه؟ ياخذ الواد ويتنه رايح على مين؟ على الدكاترة، ويقعد يصرف له 50-60 جنيه وقد يدخلونه في متاهة الأشعة والتحليل ومش عارف ايه. ليه؟ لأن الله نزع البركة من الدخل الكثير فصار قليلا، وأعطى البركة للدخل القليل فصار تدخل زي ما قل. تلاقي قماش كويس كده، فأنت راجل من حل بتاخد معرقك ومش عارف ايه، ولا بتختلس ولا بتعمل حاجة، وبعدين عجبك في السوق ايه متر قماش كده للست ب50 قرش، تقوم تاخد الفستان وتدخل. البركة تعمل ايه بقى؟ ساعة ما يدخل الفستان يدخل بأبهة القبول على الزوجة، فتقول له الله ما يحرمنا منك، ايه ذوقك الحلو ده؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ وواحد تاني يعني يروح يجيبه ب5 جنيه. الله يدخل بخسة الرد، تقول له ايه دي؟ خد وانا البس دي، يبقى ده ب3 جنيه. هذا هو. يبقى بركات من السماء والارض، ان الحق سبحانه وتعالى يعطي من القليل الايه؟ ويمحق الكثير.
ولذلك سمى الزكاة، مع أن الزكاة في ظاهرها نقص ولا لا؟ أنت عندك 100 جنيه طلعت زكاتها 2.5 بقوا 97 وإيه؟ ونص، نقص ولا زاد؟ طب والربا حطيت 100 خدت 110 بقوا 100 وإيه؟ فسمى الله النقص في الأولى نماء وزكاة، وسمى الزيادة في الثانية محقا وسحقا. هو اللي يعمل، هو القابض الإيه؟ قابض الباسط. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والإيه؟ والأرض.